أثر في نفسية محمد الروحية والاجتماعية والفكرية، إلى أن عشق كل ما جاء في الطبيعة من جمال لا يحس به إلا من تقرب إليها بفكره وأحساسه. ونحن نتحدث عن محمد وحبه لهذه الطبيعة على رأس البحر. اوه يا سيدي، والله كافر هيك، منين ضربتها هذه انت؟ هي الطبيعة نفسها سر سعادة الإنسان، لكن مع كل الأسف المادة قد حجبت عنا رؤية حقيقة الحياة. اقتل اختي في الفنير محمد، اقتلها. هل نصور؟ هل نصور؟ شوف صوتك، طلع صوتك. اقتل اختي في الفنير يا محمد، اقتل.
عشان نموت فيه.